أنا في قطار يوروستار بين العاصمتين لندن وباريس. أنا متجه إلى فرنسا لمقابلة فرنسيين من أصول جزائرية ليسوا بمهاجرين ولا لاجئين، بل هم من فئة خاصة، الحركة، وهم الجزائريون الذين تعاونوا مع الجيش الفرنسي خلال ما يعرف بحرب التحرير من 1954 إلى 1962. فاطمة بزنازي لونكو أكاديمية وكاتبة ونشطة حقوقية، لها عدة إصدارات بما فيها كتاب بعنوان فيدو حركي، ابنة الحركي، هذا لأنها فعلا ابنة حركي. أنا ابنة أبي، وبالتالي فهو جزء من تاريخي الشخصي. هذا يعني أني أحمل ذكريات طفلة عاشت أيام حرب والعنف الذي رافق تلك الحرب. هل تتذكرين يوم فرار أسرتك من الجزائر إلى فرنسا؟ بدأت ألاحظ أن الناس من حولي يختفون تدريجياً. قتل جدي، فر عمي وأسرته الصغيرة قبلنا، بقي أبي الذي خشي على نفسه بعد أن عثر على جدي مقتولة، فاحتمى أبي في ثكنة الجيش الفرنسي التي كان يعمل فيها إلى أن يجد لنا حلا. ذكريات يوم الهروب لا تزال راسخة في ذهن فاطمة. أوضحت أمي لي أننا لن نأخذ حقائبنا معنا، ولذلك علينا ارتداء أكبر عدد من قطع الملابس فوق بعضها البعض، ونشرت أمي الغسيل على مرأى من الجيران ذلك اليوم، وكأن الأمور عادية. جاء قريبنا ليأخذنا متظاهرين بأننا سنقوم بزيارة عمتي المريضة. كانت تلك آخر مرة أرى فيها بيتنا. ذهبنا إلى الثكنة العسكرية حيث ينتظرنا أبي. بعد شهرين ساعدنا الجيش الفرنسي على السفر إلى فرنسا على متن سفينة مع عدد كبير من الأسر الهاربة. شقة فاطمة تقع في حي راق من باريس، لكن عندما فرت أسرتها من الجزائر تم إيواؤهم في مخيمات بمدن جنوب فرنسا مثل بيربينيون. مدينة بيربينيون العتيقة تقع بالقرب من الحدود الإسبانية وجبال البيريني. من أهم المعالم السياحية فيها قلعة الكاستيه، لكن اسم بيربينيون مرتبط أيضا بحقبة مظلمة من تاريخ فرنسا يتمنى الكثيرون من الفرنسيين محوها من الذاكرة. مخيم غيفزالت أو بالأحرى ما تبقى منه يقع على بعد 10 أميال من وسط مدينة بيربينيون. استخدمته السلطات الفرنسية كأحد مراكز استقبال وعبور اللاجئين في القرن الماضي، وقد استقبل بين 1962 و1965 عشرات الآلاف من الحركة الذين ساعدهم الجيش الفرنسي على الفرار سرا من الجزائر. كان الحركة يأملون في بداية حياة جديدة كريمة في فرنسا، لكن لدى وصولهم إلى المخيمات أصيبوا بخيبة أمل كبيرة ما زالت آثارها بادية إلى اليوم. كلمة الحركة مشتقة من كلمة حركة التي شكلها الفرنسيون لتجنيد الجزائريين، وبما أن الضباط الفرنسيين كانوا ينادونهم بالنطق العربي انتشر مصطلح الحركة، لكن في الوثائق كان يشار إليهم بقوة الدعم أو الفرنسيين المسلمين. أحد هؤلاء المجندين أو الحركة عمي داود، حركي طاعن في السن يجد صعوبة في الحديث. قابلته في بيته في بيربينيون. واش من العام جيت لفرنسا؟ 65. جئت لفرنسا عام 65. كنت قبلها مسجونا في الجزائر لسنتين إلى أن جاء الصليب الأحمر الفرنسي واتفق مع السلطات الجزائرية أنذاك على إطلاق سراحنا. طلب منا الاختيار بين البقاء في الجزائر والسفر إلى فرنسا. كل سجناء الحركة الذين كانوا معي اختاروا الذهاب إلى فرنسا. عندما وصلنا إلى هنا زج بنا في مخيم حيث مكثنا 14 سنة. يقول السيد داود إنه قتل من أجل فرنسا في الحرب الهند الصينية ثم خلال الحرب الجزائرية، ولديه عدة إصابات كبرهان على ذلك.
كل عام يحتفل الحركة بيومهم الوطني المصادف للخامس والعشرين من سبتمبر أيلول، يخلدون فيه التضحيات التي قدموها خدمة للراية الفرنسية. هؤلاء حركة من مقاطعة لوئغاون جنوب شرق فرنسا في احتفالات السنة الجارية. هنا نظم الحركة في مخيم يدعى بياس عام 1975 نظموا تمرداً استمر لعدة أشهر، لم يتم إخماده إلا بعد تدخل الجيش الفرنسي. تلك الحادثة شكلت نقطة تحول في تاريخ الحركة في فرنسا، بحيث أمرت السلطات الفرنسية آنذاك بغلق كل المخيمات ونقل الحركة إلى مساكن مناسبة. اليوم توجد أحياء ذات كثافة سكانية من الحركة مثل لوفيرني في ضواحي بيرقينيون. نائب مدير فرع البلدية المحلية هو جلول ميموني ابن حركي، هو اليوم في 58 من عمره، لكنه قضى جزءا من طفولته في مخيم غيفزالد. كنا نعيش في غرف تشبه الأكواخ، تعيش في كل غرفة 4 أو 5 أسر. كانت المراحيض في الخارج، لم يكن هناك ماء أو غاز، لم تكن لدينا أي خصوصية أو راحة. كنا نقتسم الغرفة بواسطة ستار. كان الجيش الفرنسي يوزع الطعام علينا لكن بشكل غير عادل، لم نكن نأكل حتى نشبع. تلك الوضعية أدت إلى نشوب خلافات وشجارات بين الحركة هنا في المخيم. الحركة غاضبون أشد ما غضب عن إهمال السلطات الفرنسية لهم منذ مجيئهم إلى البلد، ويتهمون الحكومات المتعاقبة بتخليها عن أقربائهم الذين بقوا في الجزائر، الذين يزعمون بأنهم تعرضوا للمذابح. هذا الاتهام مكرر في الكتب التاريخية المعروضة في المتحف المقيم داخل مخيم غيفزالد الذي تم تحويله إلى نصب تذكاري، لكن هناك مؤرخين فرنسيين يدحضون هذه الادعاءات. contrairement au discours qui est répété en France depuis 50 ans. كشفت وللمرة الأولى بأن أغلبية الحركة بقوا في الجزائر دون أن يتم قتلهم، وكشفت أيضا بأن الخطاب الفرنسي القائل بأن الحركة انضموا للجيش الفرنسي من أجل بقاء فرنسا في الجزائر أيضا خاطئ. ما هي دوافع الحركة لخدمة فرنسا؟ دوافع الحركة للتعاون مع فرنسا معقدة، لكن أهمها الفقر المدقع الذي تسبب فيه القمع الاستعماري، بالإضافة إلى إنشاء فرنسا لمعتقلات زجت فيها جزءا كبيرا من القرويين. اضطر هؤلاء الحركة للتعاون مع الجيش الفرنسي، لم يكن السبب أيديولوجي أو حبا في العالم الفرنسي. لكن بالنسبة لشخصيات جزائرية رائدة شاركت في حرب الاستقلال، هناك من الحركة من سبل نفسه لفرنسا عن قناعة. هنا يحتاج تحليل سوسيولوجي سياسي اجتماعي اقتصادي تربوي إلى آخره. القبائل هذه أو الدشور في الأعماق يعني في الجبال بدأت فرنسا تسلح فيهم على شكل يعني باش يقاوموا بما يسمى الفلقة أو جيش تحرير. بدأوا يسلحوا بعض القرى، ولكن الأخطر هم الناس اللي كانوا مقاجين مثلا. لكن بمجرد أن يذكر اسم الحركة في الشارع الجزائري هذا ما يحدث. خانوا الوطن وخانوا خوتهم خانوهم. أنا شخصيا ما نقبلش الحركة يدخلوا. هما خيروا ما بين فرنسا والجزائر، دونك خيرت أنت يا فرنسا خير، علاش تجي للجزائر؟ فاطمة استلمت رسالة من الحكومة تخبرها بأنه تم ترشيحها مع مجموعة من الحركة الآخرين لتتويجهم بأعلى وسام شرفي مدني تمنحه الدولة لاليجيون دونور، اعترافا لجهودها في توعية الفرنسيين بتاريخ الحركة. الكاتبة الفرنسية سعيدة بهذا الإقرار الرسمي لها، لكن توجد العديد من الجمعيات التي تدافع عن حقوق الحركة تطالب الدولة بتعويضات مالية. خلال تسليط الضوء على تاريخ هذه الفئة شعرت بأنني حركت عواطف دفينة مؤلمة. أحسست أيضا بأن الحركة قد يتفهمون موقف الجزائريين نزاءهم، لكنهم يقولون إن الحكومات الفرنسية المتعاقبة
خذلتهم على طول الخط. رشيد سكي، بي بي سي.